طالما هددت أحوال الطقس العاصفة السفن والملاحين لقرون عديدة، حيث العاصفة الهوجاء وجدران شاهقة من المياه ورياح قوية وبحار مضطربة تستطيع أن تسحق أي سفينة في طريقها. تخيل لو أمكننا تفريغ المحيطات من مياهها لنكشف عن أسرار قيعان البحار. الآن بات بإمكاننا ذلك، وذلك باستخدام آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السبر تحت الماء لاختراق أعماق المحيطات وتحويل البيانات الدقيقة إلى صور ثلاثية الأبعاد. كيف غرقت سفينة تجارية تعود للقرن 18 تحمل ثروة من الفضة؟ من كان على متن هذا الحطام الغامض في زمن كان فيه القراصنة وتجار العبيد يحكمون الأمواج؟ ما هي الحقيقة وراء الاختفاء الغريب لأعظم القوى الغازية في العصور القديمة؟ سيكشف برنامجنا هذا أسرار البحار العاصفة. إن إفراغ بحر الصين يكشف دليلاً غير اعتيادي حول لغز بحري مستمر. كيف اختفى أقوى أسطول غزو في العصور القديمة بدون أثر؟ في خليج إيماري في كيوشو، أقصى جنوب جزر اليابان الأربع الرئيسة، وقبل 700 عام شن محاربو الإمبراطورية المغولية غزواً على اليابان. وذلك بأمر واحد من أقوى القادة على مر الزمن، الإمبراطور كوبلاخان. هذا الإمبراطور هو حفيد جنكيز خان، المحارب الأسطوري الذي وحد القبائل الرحل التابعة للسهول المغولية. والآن بقيادته لأحد أكبر الجيوش في التاريخ، استمر كوبلا خان بتوسيع الإمبراطورية المغولية من خلال الصين. لقد أسس مدينة بكين وأصبح غنياً بشكل خيالي بسبب شبكة التجارة الشاسعة، وامتدت سلطته خلال حياته من أوروبا إلى بحار الصين. لكن لم يكن خان العظيم راضياً. كان كوبلا خان يوسع الإمبراطورية المغولية باتجاه الشرق، فجعل من نفسه إمبراطوراً للصين واحتل كوريا، والآن حان دور اليابان. وقف في مواجهة خان القادة العسكريون للمحاربين اليابانيين، وفي عام 1281 قرر أن يعالج أمرهم بشكل نهائي، فقد أنشأ أكبر أسطول على الإطلاق وأرسله عبر البحر. كان الأسطول المغولي ضخماً، ضم 4000 مركب من مختلف الأشكال والأحجام، وكانت هذه أكبر عملية برمائية قبل النورماندي في عام 1944. لقد قاتل المحاربون اليابانيون بشجاعة وحاولوا أن يحافظوا على صفوفهم، لكن فاقهم المغول عدداً بشكل كبير. في حين كانت أول موجة من الغزاة تقاتل على الشاطئ، كان المزيد منهم يقتربون من البحر. لكن حدث شيء مذهل حينها. لقد اختفى الأسطول الضخم من السفن المغولية بشكل غامض. كانت خسارة أسطول غزو كوبلا خان للأربعة آلاف مركب أحد أكبر الكوارث في تاريخ الحروب البحرية. ما الذي حصل إذن؟ يرجع الكتاب اليابانيون الفضل للتدخل الإلهي. قام المؤرخون وعلماء الآثار والغواصون بالبحث في أرجاء قاع البحر وقرأوا السجلات المحفوظة بتمعن، لكنهم فاشلوا في إيجاد حطام سفينة واحدة إلى الآن.
مبهوراً بأسطورة أسطول كوبلا خان، أمضى عالم الآثار البحرية كينزو هاياشيدا سنوات في البحث عنه. لقد كرست نفسي للاستقصاء منذ عام 1988، إذن لأكثر من 30 عاماً تقريباً. إن كينزو ملهم من قبل مخطوطة يابانية قديمة عن الغازو، وتبرز فقط في المناسبات النادرة جداً. مرحباً. أهلاً. هل أفتحها؟ أجل، إنها طويلة جداً. تظهر المخطوطة بشكل واضح قتالاً قريب المدى، وتظهر حتى السفن المفقودة. إنها لا تقوم بذكر تدخل إلهي يغرق الأسطول إلى قاع البحر، لكن توجد بعض الدلائل أسفل مياه خليج إيماري، حيث يوجد خوذة مغولية ومشابك وحتى مشط قديم. وبعد ذلك هذا ختم برونزي منقوش عليه تاريخ 1277، وتم نقشه قبل 4 سنين فقط من الغزو المغولي، وكان يحمل علامة جندي هام للغاية. لقد كان ختماً رسمياً لقائد سرية في الجيش المغولي، وأصبح الاكتشاف فيما بعد دليلاً هاماً. إنه أقوى إثبات لحد الآن على غزو الأسطول المغولي. ينزل كينزو في الماء ملهماً بسبب الاكتشاف. إن طبقات من الوحل السميك تجعل البحث هنا صعباً للغاية، لكن عندما بدأ بتجري في قاع البحر حقق أول نجاح له. في الواقع ما وجدناه كان أغلبه بضاعة محملة على السفن، على سبيل المثال أسلحة، دروع، وأوان لوضع الطعام فيها وأشياء أخرى. لكن أين هي جميع تلك السفن؟ يحتاج كينزو ورفاقه لإيجاد طريقة لينظروا بعمق أكبر في الوحل، وهم يلجؤون للتقنية من أجل ذلك. إن المسبار الصوتي متعدد الحزم ينشئ خارطة طبوغرافية دقيقة للغاية، تظهر أنواع الرواسب وطبقة الرواسب وسماكة الرواسب، وإن كانت السماكة عالية فيوجد شيء هناك. بناءً على هذه البيانات، فإن إفراغ مياه ساحل اليابان الجنوبي يكشف ببطء شيئاً مذهلاً. أولاً، بعض الأجزاء من الخشب المكسور، ومن ثم إزالة كمية هائلة من الطمي. ينكشف قاع البحر الأصلي العائد لعام 1281. وهناك فوق القاع، ولأول مرة منذ 700 عام، ظهرت البقايا المتشابكة لأسطول غزو كوبلا خان المفقود. حالما تفرغ جميع رواسب قاع البحر ستجد بنية الحواجز والعوارض والألواح الخشبية. توجد بين الحطام أسلحة وأوان وحتى عظام محاربين مغوليين. ما الذي أمكنه أن يحدث دماراً كهذا بأسطول كامل؟ وهل هذا دليل على تدخل إلهي من أساطير المحاربين اليابانيين؟ الجواب يكمن في الآلاف من الشظايا الخشبية المبعثرة في قاع البحر. باستخدام البيانات من المسبار الصوتي وتركيب صور عملاقة ثلاثية الأبعاد، من الممكن إعادة بناء سفن كوبلا خان الحربية. وهذا ما لم يتوقعه علماء الآثار، إن معظم تلك السفن قد هلكت قبل حتى أن تبحر،
واجه كوبلا خان مشاكل كبيرة بتحريك الأسطول، كالقوارب الكورية التي كانت قوارب ساحلية والقوارب الصينية، والكثير منها كان مجرد قوارب نهرية لا يصلح للغزو عبر المحيط. إن معظم السفن تفتقر لميزة بالغة الأهمية، ألا وهي العارضة العميقة، وهذا يعني أن هذه السفن غير مستقرة ومن السهل أن تغرق في البحار الهائجة، بالإضافة لذلك فقد كانت مبنية بشكل سيء. لم تكن السفن المستخدمة في هذه الحملات البحرية مبنية بشكل جيد، وهذا من المحتمل أن يكون أحد أسباب عدم نجاة السفن بسبب البنى الضعيفة. لكن طريقة الصنع الرديئة لا تبرر حجم الدمار. يكمن دليل ما حصل على بعد 1100 كيلومتر في طوكيو، وهذه هي وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وسجلاتها تعود لعام 1950 فقط، ولكن ظهر نمط جوي واضح في ذلك الوقت. تقع اليابان في المنطقة الشمالية الغربية من المحيط الهادئ، حيث تنشأ أشد الأعاصير قوة هناك في أغلب الأحيان. في كل عام تندفع عشرات الأعاصير على الأقل باتجاه الساحل الياباني. هناك شيء واضح بخصوص الأسطول المغولي. لقد وصل في أواخر صيف عام 1281 بوقت موسم الأعاصير، حيث يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 305 كيلومترات في الساعة، مولدة أمواجاً مميتة بطول 12 متراً، وهناك رياح يطلق عليها اليابانيون كاميكازي. لقد قامت الكاميكازي بتحطيم أسطول كوبلا خان رديء الصنع إلى قطع. في الحقيقة معظم الضرر كان بسبب الإعصار. أعظم جيش في عصره عاجز أمام غضب الطبيعة. على بعد 804 كيلومترات من كريت قبالة سواحل قبرص، يكشف إفراغ مياه البحر الأبيض المتوسط عن اكتشاف لافت للنظر عمره 1000 عام تقريباً. ماذا بإمكانه إخبارنا عن حياة، قوة ومتع اليونان القديمة؟ في القرون التي تبعت سقوط المينويين، أنتجت مدن الإغريق المستقلة فناً وعمارة مبهرين، وصاغت أفكاراً في الرياضيات والديمقراطية والمسرح، والتي لا زالت تساهم في تشكيل عالمنا. كان الإغريق يذهبون إلى البحر بسفن إبحار خشبية، مخاطرين بحياتهم في سبيل الاكتشاف والاستيطان والتجارة. كانت مئات القوارب تنتقل عبر البحر الأبيض المتوسط، رابطة بذلك المستوطنات في إفريقيا وآسيا وأوروبا. إنها شريان حياة الحضارة الإغريقية. لكن هذه السفن تعد ألغازاً، لم تنجو منها سوى بقايا قليلة فقط لتعطي لمحة عن كيفية عملها وماذا كانت تحمل إلى الآن. إن حطام السفينة المكتشف مؤخراً في بحار قبرص يساعد في إعادة هذا العالم المفقود إلى الحياة. عالمة الآثار ستيلا ديمستاشا وفريقها يقومون بفك سر هذا الحطام. من أين أتت؟ ما الذي كانت تحمله؟ ولماذا غرقت؟ إنه عميق للغاية، لذلك يستغرق الأمر مدة بينما تقوم بالغطس قبل أن تتمكن من رؤية قاع البحر. إنها تبدو فوضوية للغاية، إنها تبدو وكأن أحدهم أسقط حمولة كاملة من القمامة في المحيط. لكن هذه الفوضى الظاهرة مليئة بدلائل عن العالم المفقود للإغريق القدماء. هذا أمر مذهل حقاً بالنسبة لعالم آثار.
إن اكتشاف موقع عميق ومعقد كهذا هو أمر صعب للغاية. إن الغوص على عمق 45 متراً فيه العديد من القيود، والوقت أحدها. إن أقصى وقت نستطيع الغوص فيه يومياً هو 20 دقيقة. العمل بكفاءة بمثل هذه الأعماق أمر مستحيل تقريباً. لذا يقوم الفريق باستكشاف الموقع بواسطة تقنية تدعى المسح التصويري، حيث تؤخذ مئات الصور للحطام من زوايا مختلفة. إذن بدلاً من محاولة اتخاذ القرارات على عمق 45 متراً حيث لا يستطيع الدماغ أن يعمل كما ينبغي، يسمح لنا أخذ الصور بامتلاك ميزة الغوص من خلال شاشة الحاسوب للمدة التي نريدها. باستخدام بيانات المسح التصويري الفريدة أصبح ممكناً للمرة الأولى تفريغ البحر الأبيض المتوسط، سامحاً بذلك للضوء لينير موقعاً بقي في الظلام مدة 2500 عام. لقد تحلل جزء كبير من بدن الخشب تاركاً حمولته القديمة فقط. مئات أوعية الخزف المعروفة باسم أنفورا مكومة بشكل أنيق فوق بعضها، والكثير منها سليم. تبدو قوارير الأنفورة مميزة جداً، وتبدو عشوائية وغير مصممة بشكل جيد لتكون أوعية تخزين، أو ليس لتكون أوعية حاوية على متن قارب بحري، لكنها تصميم تطور على مر العصور، فإن قمت بتكديسها بشكل أنيق فإنها تبدو منطقية، وبها تم نقل الأشياء حول العالم القديم. تعطي أوعية أنفورا كهذه بعض الأدلة الحيوية لعلماء الآثار. يختلف الشكل المميز لها حسب مكان وتاريخ صناعتها. تعود هذه للقرن الرابع قبل الميلاد، وتأتي من جزيرة كيوس اليونانية على بعد 804 كيلومترات من موقع الحطام. إذن ما الذي كان بداخلها؟ على الرغم من أن جميع أوعية الأنفورا فارغة الآن، لكنها تحوي دلائل مثيرة للفضول عما كان بداخلها. في هذه الحالة لدينا الفرصة لنرى الدليل، وهذا الغلاف الغامق داخل وعاء الأنفورة يجب أن نتخيل أنه كان يغطي الجدران الداخلية، وأنه كان من القار أو مادة صمغية. إذن لقد كانت نوعاً من المواد اللاصقة لتجعل هذه الجدران مقاومة للماء، لذلك فهي أوعية شراب كيان. لقد تم تحميل السفينة المحطمة بما يعادل 10,000 زجاجة من الحجم الحديث، وهي شحنة قيمة للغاية وتقدم نظرة متعمقة عن تجارة الإغريق القدماء في مجال السلع الكمالية. كانت حتماً جزءاً أساسياً من مجتمعهم ومن جميع خبراتهم الحضارية. إن أعظم شيء بخصوص قدماء الإغريق هو حبهم للحياة، لقد كانوا يحبون التحدث والنقاش والاحتفال. تم جني الكثير من الأرباح عن طريق التأكد من حصول الأغنياء حول البحر الأبيض المتوسط على مخزون جيد. التجارة بالشراب والسلع الكمالية الأخرى جنت أموالاً كثيرة لمدن الإغريق المستقلة، لكن حملت سفنهم حمولة أكثر قيمة، فقد كانت سفنهم تجتاز البحر الأبيض المتوسط وما بعده من مصر إلى جنوب فرنسا، حيث نشروا الأفكار والحضارة الإغريقية التي أثرت بالحضارة الغربية إلى يومنا هذا. لكن لم تصل هذه الحمولة إلى وجهتها قط. أحد أهم الأسئلة التي نسألها في علم آثار حطام السفن هو لماذا غرقت هذه السفينة؟ أكبر دليل هو شكل الحطام والطريقة التي تكمن بها الأواني مجمعة مع بعضها بدلاً من أن تكون مبعثرة، ويثبت ذلك أن المركب لم ينقلب. ما الذي حصل إذن؟ لقد كانت السفن ذات سطح مكشوف قديماً، فلم يكن مستودع السفينة مغطاً بواسطة السطح، لذلك كانت المياه تدخل إليه عندما تكون الأمواج عالية جداً أو عند حصول عاصفة.
من المرجح أن تكون السفينة قد أغرقت من قبل موجة سحبت للأسفل بسبب وزن كل هذا الشراب إلى قبر مائي. في خليج المكسيك نقترب من كشف التاريخ الملاحي، بينما تنحسر المياه عن أثر غير اعتيادي. إنه يأتي من زمن كان فيه الخليج أشبه بالطريق السريع للقراصنة والمهربين الذين يتاجرون بأثمن السلع في ذلك الوقت، وهو حياة البشر. إن اكتشاف الغاز والنفط يعني أنه قد تم مسح قاع خليج المكسيك بأدق التفاصيل. أثناء البحث عن النفط تم اكتشاف حطام سفن مفقودة منذ زمن بعيد، وكانت سفينة غامضة على بعد 240 كيلومتراً جنوب نيو أورليانز وعمرها أكثر من 200 عام. لقد كانت فترة من الزمن مشهورة بالقرصنة والتهريب والعبودية. فمن أين أتت هذه السفينة الغامضة؟ وماذا كانت حمولتها؟ بوقوعها عند مصب نهر الميسيسيبي العظيم، توسعت نيو أورليانز في أوائل القرن التاسع عشر بشكل سريع. كانت نيو أورليانز مستودعاً بحرياً صاخباً، أعني كانت إحدى أكبر الموانئ في نصف الكرة الأرضية الغربي، وتوضعت في خليج المكسيك، وبذلك كانت مئات السفن تأتي وتذهب، تستورد وتصدر جميع أنواع البضائع التجارية المختلفة، وترى أيضاً زيادة في النشاط غير القانوني من تجارة العبيد إلى التهريب، وكان هذا المكان يزدهر بسرعة. إن الأدلة الدامغة على هذه الحقبة غير الاعتيادية نادرة للغاية. في عام 2011 قامت إحدى شركات النفط بالتعرف على الحطام وأطلقت عليه اسم مونتيري. يقع حطام السفينة هذا على عمق 1400 متر تقريباً، ما يجعل الوصول إليه أمراً صعباً جداً، يعني ذلك أنه سيكون محفوظاً بشكل أفضل بكثير، فالحرارة في العمق هي 4 درجات مئوية ويبطئ ذلك من معدل التحلل. لقد أطلقوا مركبة حديثة للغاية تعمل عن بعد كي تقوم بالتحر. عند هذا العمق من المحيط يبدو كل شيء شديد السواد، فلن ترى شيئاً إلا في حال تسليطك للضوء عليه. لذلك عندما نعمل في مواقع كهذه بالتحديد نحصل فقط على لقطات أو لمحات صغيرة عن الواقع، ونحن لا نملك الصورة الكاملة، بل نشاهد لقطات المركبة التي تعمل عن بعد. تلتقط المركبة التي تعمل عن بعد بيانات دقيقة أيضاً من خلال معدات صوتية موجودة على سطحها. بدمج هذا مع أحدث تقنيات التصوير، أصبح إفراغ المحيط ممكناً الآن، ما يسمح لعلماء الآثار بمشاهدة الحطام من أي زاوية وفحصها بدقة غير متوقعة. هل ستساعدهم رؤيتها للمرة الأولى منذ 200 عام على اكتشاف ما حدث وكيف وصل بها الأمر إلى قاع البحر؟ أكبر لغز على الإطلاق، ماذا أو ما كان على متنها؟ السفينة تنكشف بينما تنحسر المياه. لا تزال المقدمة المغلفة بالنحاس للحماية من الكائنات البحرية سليمة، ولا تزال المرساة محفوظة. صفائح من السلاسل سبق واستخدمت لتأمين حبال السفينة تدل على وجود صاريتين خشبيتين قد فقدتا في المحيط منذ زمن بعيد، ومع ذهاب المياه تظهر 6 مدافع مكشوفة للسماء، وحول مؤخرة السفينة مخزن من البنادق يقبع في قاع المحيط. الأمر الذي صدمني هو أن هذه السفينة كانت طويلة جداً وضيقة، وخصوصاً عند المقدمة. لقد صدمتني كونها تقريباً كسفينة المقص الشراعية،
وهو نوع من القوارب ظهر في أوائل القرن التاسع عشر. كانت سفن المقص الشراعية ملائمة لخليج المكسيك بسبب تيارات الهواء السطحية ومثالية للملاحة في مياه الخليج الشاطئية ونهر بايو المستنقع. والذي فاجأني أيضاً أنها كانت مسلحة، لقد كان لديها مدفع وبنادق. هل كانت سفينة حربية أم شيئاً آخر؟ هل كانت مملوكة للقراصنة المرخصين؟ القرصنة المرخصة هي أن يمتلك الفرد إذناً مكتوباً أو رخصة أو كتاب تفويض من الحكومة المعنية تعطيه بذلك الإذن ليستولي على السفن وليشن غزوات على أرض العدو باسم تلك الدولة المعنية. القرصنة المرخصة هي قرصنة مدعومة من الدولة، يحصل فيها القرصان على حصة من الأرباح ويذهب الباقي إلى الدولة. في أول عقدين من القرن التاسع عشر كان هناك مئات القراصنة المرخصين في خليج المكسيك، لكن هناك تطور مفاجئ لهذه القصة. فبينما تختفي المياه تظهر صورة كاملة لقاع البحر بأكمله للمرة الأولى، وهي تكشف عن بقايا سفينتين أخريين كل منهما تحوي مزيداً من الدلائل. أمر مثير أن يكون لديك حطام سفينة واحدة، ولكن عندما تنتقل من واحد إلى ثلاثة يصبح الأمر أكثر إثارة، لأننا لا نتحدث عن حطام سفينة واحدة بل عن حطام قافلة. الحطام الأول هو أول سفينة اكتشفت، كانت مسلحة بالمدافع والبنادق للمعارك القريبة، ما جعل الباحثين يظنون أنها سفينة قراصنة مرخصة. في الحطام الثاني الأمر واضح، أن جسم السفينة الخشبي قد ابتلع من قبل المحيط، لكن لا تزال حمولتها سليمة، إنها تحمل جلود الحيوانات وكانت سلعة ثمينة في ذلك الوقت، وكثيراً ما تم تداولها. إنها معالجة وملفوفة لأجل الشحن عن طريق المياه الباردة. الحطام الثالث لسفينة ثلاثية الصواري أكبر حجماً، لكن لم يتم العثور على حمولة بين حطامها. ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني إما أن السفينة كانت تبحر بصابورة فارغة أو كانت لديها حمولة قابلة للتلف، ويمكن أن تكون تلك الحمولة أي شيء كالأرز أو الحبوب. وهناك احتمال آخر وهو فكرة مؤرقة، وهي أن تلك السفينة كانت تقل بشراً وقد تكون متورطة بتجارة العبيد غير القانونية. كانت تجارة العبيد عبر الأطلسي تقوم على أسر العبيد بعنف وشحنهم من غرب إفريقيا، ومن ثم إجبارهم على العمل في مزارع أمريكية. وعلى الرغم من أن امتلاك العبيد كان لا يزال قانونياً حينها، تم حظر استيراد عبيد جدد من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1807. حظرت بريطانيا العظمى تجارة العبيد أيضاً، واستخدمت بحريتها لتطارد سفن العبيد وتقبض عليها. مع وجود الكثير من المال لجنيه، استمر المهربون بإحضار نساء ورجال وأطفال أفارقة مأسورين من خلال خليج المكسيك باتجاه نيو أورليانز وسوقها للعبيد. فهل الحطام الثالث متورط في هذا العمل الوحشي عديم الرحمة؟ لم نرى أي أصفاد أو أي شيء مشابه، لكن في تلك الحقبة لم يكن الأمر محيراً. فمن الممكن كما نعلم من حالات أخرى أن الأشخاص كانوا يحتجزون في مستودع السفينة، وكان يقيد الذين لديهم قدرة على الهرب. الآن بدأ الفريق بتجميع الأدلة. عند التفكير بالسفن وكأنها قافلة، يمكننا أن نفترض احتمالات متنوعة. الأول أنها سفينة مسلحة ترافق سفينتين تجاريتين تحتاجان للحماية لتصلا من ميناء إلى آخر، أو أن تكون سفينة قراصنة مرخصة مع سفينتين أسيرتين. للأسف قد لا نتمكن من رؤية الصورة الكاملة عن هوية هؤلاء البحارة، لكن مجموعة مختارة من القطع الأثرية من قاع البحر قد تكشف كيف غرقت تلك السفن. الدلائل الموجودة في الحمولة والقطع الأثرية تشير إلى لغز آخر خلف السفن الغارقة. جزء من المجموعة التي تمت استعادتها كانت أدوات ملاحة. إن أهمية هذه الأدوات كانت كبيرة للغاية، لدرجة أني كنت سأخذها معي. لذلك تركها على متن السفينة نذير شؤم يلمح إلى هلاك الجميع. يشتهر خليج المكسيك بقوة طبيعية عنيفة واستثنائية، ألا وهي الأعاصير، والتي تؤدي إلى تصور واحد محتمل. كان ثلاثتهم يبحرون سوياً، وكان من الواضح أنها عاصفة عنيفة جداً.
كان لديك لحظة فقط لتنظر إلى الأفق وترى الأشخاص الآخرين هناك، ومن ثم يختفي ضوءهم إن كان ذلك في الليل، أو يختفون في هبة ريح مفاجئة، وثم تدرك أن الخطر قادم إلى سطح سفينتك وأنك تسحب إلى الأعماق. تقدم مجموعة مونتيري لحطام السفن نظرة جديدة في التاريخ البحري لخليج المكسيك، وهي نقطة تحول في التاريخ الأمريكي. إن حطام سفن مونتري مهم لأنه دليل على ولادة أمة جديدة، وكيف استمرت التجارة بينما انهارت الإمبراطورية الإسبانية، ولماذا كانت نيو أورليانز جزءاً مهماً من هذه التجارة الإقليمية المزدهرة، وهذا ما يتحدث عنه حطام السفن ويرمز إليه. لكن حطام المونتيري ليس وحيداً. الثامن من يناير عام 1740 انطلقت سفينة شركة الهند الشرقية الهولندية والمسماة روزفايت من هولندا في رحلة طويلة عبر القناة الإنجليزية تستغرق 8 شهور إلى إندونيسيا، والتي كانت تعرف باسم الهند الشرقية الهولندية، وهي مركز تجارة التوابل، وعلى متنها تجار وجنود وحمولة قيمة. قيل إنه كان هناك 300 قطعة نقدية فضية على متن السفينة، وسبائك فضية، وحوالي 36,000 قطعة نقدية. وعلى مقاييس اليوم فإنها تقدر بحوالي 100 مليون دولار. هبت عاصفة قوية على بعد عدة كيلومترات عن الشاطئ الإنجليزي، واصطدمت السفينة بكتل رملية واختفت. قتل 273 رجلاً واختفت الفضة في البحر. اليوم وبعد مرور 270 سنة يقوم فريق من العلماء بعمليات الاستكشاف. يترأس مارتن ماندرز هذا الفريق. من النادر أن تقوم بعملية استكشافية ضخمة تحت الماء. علينا أن نهتم بما يوجد تحت الماء، وإلا فقدناه إلى الأبد. هذه مياه غادرة، وبجمع بيانات السونار مع أساليب التصوير الحديثة أصبح من الممكن الآن إفراغ القناة الإنجليزية من المياه. وبينما ينحسر منسوب البحر يعرف الفريق التحدي الأول الذي يواجهه، شكل الأعماق تحت السطح. إنه عالم خفي مذهل، كثبان رملية ممتدة وكأنها صحراء تحت الماء، وتعرف باسم رمال جودوين. هذه الكثبان المتحركة والقريبة من السطح تشكل تهديداً قاتلاً للسفن. يسمونها بالعات السفن العملاقة، وهي بمثابة مقبرة لأكثر من 2000 سفينة كانت تطفو كلها في المياه الضحلة. تم ابتلاع سفينة روزفايك هنا واختفت لقرون. ترى هل أزيحت الرمال بالقدر الكافي للكشف عن سفينة الكنز هذه؟ بينما تستمر مياه القناة الإنجليزية بالانحسار تظهر سفينة، أخشاب ملتوية لسفينة تعود إلى القرن 18، ويبدو للعين الخبيرة أنها من صناعة هولندية. والآن أصبحت الصورة واضحة، هذا كل ما تبقى من السفينة الهولندية روزفايك. أصبح بوسع العلماء رؤية حطام السفينة من أي زاوية وتفحصها بكامل تفاصيلها. هيكل السفينة قد اختفى في المحيط، ولكن ما زال هناك بعض الألواح الخشبية في زاوية غير مألوفة، وحولها 5 مدافع. لقد قمنا بإجراء فحص سونار متعددي الأمواج يغطي كل الأعماق. لكن أين هو الكنز؟ سنغوص إليها ونتحرى ونأمل أن نجد الأسرار التي يكشفها حطام هذه السفينة. هذه سفينة كنز بالنسبة للكثير من الأشخاص، وهي سفينة كنز لكل علماء الآثار بسبب معلوماتها. إن حركة المد والجزر تجعل الرحلة أصعب. هناك ساعة واحدة بين المد والجزر يكون الغطس فيها آمناً. إنه سباق ضد الوقت،
لدى الفريق مدة زمنية مدتها 12 أسبوعاً فقط للعمل في موقع الحوطان، ويمكن أن يستغرق الأمر أياماً لاستكشاف بعض الأمطار المربعة، لذلك يجب عليهم أن يركزوا بحثهم. يجب علينا اتخاذ القرارات، وهذا ما فعلناه بناء على البيانات متعددة الحزم. يقرر ماردن التوجه نحو مؤخرة السفينة. إنه المكان الذي كان يعيش فيه الضباط وربما المسافرون، وتم تخزين الأموال حيث اعتاد التجار العيش أثناء رحلتهم. ما حجم الكنز الذي ما يزال هناك؟ باستخدام شفاطات عملاقة لسحب الرمال ينقب العلماء عن الكنز بحذر. أجل، لقد وجدته، لقد وجدت الهدف. عثر مارتن على خزنة مكسورة وتظهر منها محتوياتها، وبعد ذلك لحظة الحقيقة. إنها قطعة فضية، ومن ثم آلاف القطع، الأموال المخصصة لجزر الهند الشرقية ظلت موجودة هنا لأكثر من 270 عاماً. بدأ حطام سفينة روزفاي بالكشف عن كنوزه. هل الغواص بخير؟ أنت بخير؟ نعم بخير. هذه القطع من فئتي 8 ريالات، لقد شاهدتموها في أفلام القراصنة. كان الريال الإسباني هو العملة الرسمية العالمية في القرن 18، وهو من الفضة، وتعادل القطعة النقدية الواحدة أكثر من أجرة البحار لأسبوع. لقد وضعت شركة الهند الشرقية الهولندية آلافاً من هذه القطع على متن السفينة، وتم صكها مباشرة قبل إبحار السفينة، لكن بعض العملات المكتشفة الأخرى كانت مختلفة. هذه قطع فضية كبيرة، لكنها تبدو قديمة للغاية. إنها تعود إلى القرن 17، أي ما بين 70 إلى 80 عاماً تقريباً قبل تحطم السفينة. إنها ليست العملة المصكوكة حديثاً والتي كان من المفترض أن تنقلها السفينة. إن الإتجار بالعملة الخاصة كان ممنوعاً من قبل تلك الشركة، فما سبب وجود هذه النقود على متن السفينة؟ إن لم تكن هذه النقود تابعة للشركة، فلمن تعود إذن؟ لقد كشف قاع البحر هنا الكثير من الأدلة. تم العثور على الريالات في مؤخرة السفينة، أي بنفس مكان احتفاظ الشركة بنقودها، لكن النقود المختلفة الأخرى قد وجدت مختلطة معها، وقد تبين أن بعضها قد تم الاحتفاظ به سراً. هل يمكن لهذه النقود التي عثر عليها في القناة الإنجليزية أن تكون دليلاً على واحدة من أقدم المهن في العالم؟ التهريب؟ هذه وثيقة كاتب عدل، وهي وثيقة رسمية. في مدينة أمستردام يحقق مارتن في كنز سفينة روزفايك، ويلتقي مع المؤرخ ماتياس فان روسن. الأمر المثير للاهتمام أنه لدينا هذه المجموعة من العملات من جميع الأنواع المختلفة، وهي قديمة جداً. إن التجارة الخاصة تعني سوقاً سوداء مزدهرة لتهريب الفضة. أليس هذا غير شرعي؟ غير شرعي، لأن الشركة منعت نقل الفضة من الجمهورية إلى آسيا ومنعت استيرادها. هل هذا دليل إذن؟ هذا يعني أنه عمل غير شرعي. لكن العملات المهربة أضافت فهماً جديداً لواحدة من أعظم الملاحم في الاستكشاف، وأثبتت أن الجميع متورطون سراً بالقدر نفسه. يقدر أن نصف كمية الفضة التي وجدت على السفينة قد تم تهريبها. إذن سفينة روزفايك تحمل 36,000 قطعة بشكل رسمي، ونفس الكمية بشكل غير رسمي. تلك كمية هائلة من المال. هل كان هناك نقود أكثر؟ الأسبوع السادس من الحملة الاستكشافية التي مدتها 12 أسبوعاً،
في مخبر بجوار الميناء يسجل الخبراء بحذر الكنوز الأثرية بحيث يمكن دراستها من أي مكان في العالم بتفاصيل ثلاثية أبعاد مذهلة. هناك أدوات مائدة مصنوعة من مادة بيوتر وقوارير زجاجية من طاولة القبطان والمزيد من عملات الشركة. وجدنا 700 قطعة حتى الآن، وهناك العديد من الآلاف للعثور عليها. مع بقاء بضعة أسابيع فقط للمشروع، بدأ السباق للحصول على أكبر قدر ممكن، ويريد الفريق الآن حقاً أن يقوم بحل لغز روزفايك الذي طال أمده، وهو كيف كان مصيرها بالضبط. تكشف بقايا السفينة عن المزيد من الأدلة. يمكن رؤية جزئها الخلفي على شكل كومة، وعلى بعد 100 متر تقريباً توجد مرسات، وعلى مسافة منها عدة مدافع مجتمعة مع بعضها. عن ماذا تكشف هذه الدلائل بالضبط؟ هذا دليل على كفاح الأشخاص ومحاولتهم لإنقاذ سفينتهم. لقد التقطت العاصفة السفينة ودفعتها باتجاه الرصيف الرملي لرمال جودوين، وتم تحطيم السفينة على الرصيف الرملي. إذن ما الذي تفعله؟ إنك تقوم برمي معداتك الثقيلة وتبدأ بمدافعك. خلال العاصفة تم التخلص من 23 مدفعاً لتخفيف وزن السفينة والتحرر من التلال الرملية. قاموا بإلقاء المرسات، لكن هذا كله لم ينفع. إنها تعلق بشكل أكثر فحسب. وقد قام البحر برفع السفينة وضربها على الرمال محطماً إياها لآلاف القطع، وقد فقد الجميع. إنه أمر لا يمكن تصوره تقريباً. كانت خسارة شركة الهند الشرقية الهولندية للفضة ضربة كبيرة. يشكل خطر تحطم السفن تهديداً متكرراً للشركة، لذلك هناك خسارة سنوية للسفن تقدر بسفينة أو اثنتين وسطياً، ويرى بعض المؤرخين أن هذا يعد أحد العوامل التي ساهمت في زوال شركة الهند الشرقية الهولندية. الآن وبعد 12 أسبوعاً من عمليات التنقيب الصعبة، شارفت الحملة الاستكشافية على الانتهاء. هذه هي آخر ليلة للمشروع، وكان هناك 12 أسبوعاً من الغطس الرائع، لكننا واجهنا بعض العواصف أيضاً والكثير من التيارات العصيبة ورؤية سيئة أيضاً، لكننا حققنا الكثير من التقدم. لقد وجدنا حوالي 2000 عملة معدنية. ليتوقف الغواصون عن العمل الآن. إنه جزء يسير من كمية النقود الغارقة، وقد تصل قيمة الفضة التي كانت تحملها سفينة روزفايك اليوم إلى 125 مليون دولار.